الأستاذ علي العرادي المحامي المعروف وعضو مجلس الشورى. منذ تطبيق قانون الإفلاس ثار بعض الكلام حول هذا القانون، ما رأيكم أنتم كأخصائيين في هذا الموضوع؟ بداية شكرا جزيلا. أعتقد بأن هذه فرصة سانحة للتحدث قليلا عن هذا القانون. بداية، قانون إعادة التنظيم والإفلاس قانون مهم، وقانون أعتقد شكل فيما تلاه من ممارسات أعتقد دعم كبير إلى القطاع التجاري، وكذلك أيضا عزز من مكانة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي باعتبارها مملكة لديها قوانين حديثة تحمي التجار وتحمي القطاع التجاري وتوازن في العلاقة بين الدائن والمدين في العلاقات التجارية. بعد مرور سنوات على هذا القانون وتطبيقه ووجود العديد من القضايا في المحاكم وتعيين أمناء إعادة تنظيم وأمناء تفليسة، ويعني إذا أنشأت تراكم خبرات في هذا المجال، أعتقد بأن قد آن الأوان لكي نقيم هذا القانون، لأن القانون في النهاية هو ممارسة. كيف تمارس هذا القانون كمحامي؟ كيف تمارس هذا القانون كسلطة قضائية؟ كيف تمارس هذا القانون كسلطة عدلية؟ والأهم، كيف يتعاطى من يخدمهم هذا القانون من دائنين ومدينين في علاقات تجارية معينة؟ طبعا القانون له إيجابيات كثيرة، وأعتقد هناك بعض التحديات أفرزتها الممارسة الحقيقية. جزء من هذه التحديات بإمكاننا أن يعني نتجاوزها من خلال التدريب، وجزء منها أعتقد قد تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة على هذا القانون. مثال على ذلك، بالنسبة إلى كيف يتم تفعيل هذا القانون من قبل الأساتذة، يعني شريعة مكاتب المحاماة أو المكاتب الاستشارية، أعتقد بأن الهدف الأسمى لهذا القانون هو إعادة التنظيم وليس الإفلاس، بمعنى أن هذا القانون يعطي مساعدة قانونية وقضائية إلى الشركة التي تريد أن تعود مرة أخرى إلى الربحية، بحيث أنه يعني من خلال المحكمة يدخل أطراف أخرى كأمين إعادة التنظيم، وقبل ذلك طبعا المحكمة والغرفة المعنية والمشرفين على هذه الشركة بتأجيل بعض الديون أو إيقاف بعض المطالبات، لكي تستطيع الشركة أن تعيد تنظيم نفسها لكي تعود للربحية ومرة أخرى تكون جزء من هذا الاقتصاد الكبير، الاقتصاد الوطني. وهذا التحدي أعتقد يجب علينا أعتقد أن نتطرق له، أما من خلال المزيد من التوعية أو من خلال المزيد من التدريب أو من خلال المزيد من الإعداد للكوادر التي تستطيع أن تتبوأ أو تقوم بهذا الدور كمكاتب أو كيعني أمناء على التنظيم. هل تعتقد أن القانون بشكله الحالي فيه ثغرات قد يعني بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات أو رجال الأعمال يدخلون منها لإشهار إفلاسهم بغير وجه حق، ويجب سد هذه الثغرات؟ هي ليست ثغرات، يعني القانون من خلال الممارسة أثبت بأنه يحتاج إلى تطوير، إلى تعديل، إلى معالجة بعض الأمور، لأنك عندما تطبق هذا القانون على أرض الواقع، ونتذكر أنه عندما أتى لأول مرة كان قانون جديد وغير مسبوق، وبالتالي يحتاج إلى التعديلات، بعض التعديلات الهامة. أتصور أول تعديل في هذا القانون مهم هو فيما يتعلق بيعني نزع ما نطلق عليها الشق الجرمي من بعض الممارسات التجارية. على سبيل المثال، عندما تدخل أي شركة تحت إعادة التنظيم إن كان مؤقتا أو بعد ذلك، الشركة لديها التزامات، جزء من هذه الالتزامات هي الشيكات. الشركة عندما أصدرت هذه الشيكات أصدرتها بمقابل معاملات أو تعاملات تجارية، وكما هو الحال بأن المحكمة تتدخل ويعني لا يتم التنفيذ على أموال الشركة لغاية ما يتم الانتهاء من إعادة التنظيم والاتفاق من خلال المحكمة ولجنة الدائنين كيف سيتم جدولة الديون، ولكن تجد في الوقت ذاته بأن المبالغ التي تم يعني إعطائها بموجب شيكات تظل مطالباتها مستمرة في الشق الجنائي على الأقل. وأعتقد بأن القانون يجب أن يعدل في هذه الجزئية. الأمر الآخر، وهنا أعتقد بيت القصيد، الشركات التي يعني أو أصحاب حتى الشركات المساهمين الذين لديهم شركات، وهذه الشركات مرت
أكثر من مرة في نفس الوضع في وضع إعادة التنظيم أو الإفلاس، أتصور أنه يجب أن يتضمن القانون شرطا بأن المساهمين في هذه الشركات إذا قاموا بهذا العمل لأكثر من مرة أن لا يسمح لهم بالقيام بذلك مرة أخرى. طبعا أنا كمشرع وتفهم بطبيعة الحال الخلفية القانونية لهذه الممارسة، ولكن لكي يكون يعني أو تكون هذه التجربة أكثر يعني والممارسة أكثر عدالة وأكثر حماية للدائنين، أتصور بأن القانون يجب أن لا يسمح لمن أسهم بعمله في إفلاس شركة وأخرى أن يكون مديرا مسؤولا أو عضو في مجلس إدارة المديرين أو الشركاء إن شئت ليقوم بهذا العمل، لأنه بهذه الطريقة قد تكون هذه الممارسة هي حالة من حالات التهرب. طبعا القانون أوجد يعني مواد أخرى تتكلم عن يعني الإفلاس الاحتيالي، وهناك أيضا مواد أخرى حتى في القانون الجنائي تعالج مثل هذه الآليات والتي تتطلب شكوى إلى الجهات المعنية في الشق الجنائي على الأقل، ولكن تصور بأن القانون ممكن أن يتضمن مثلا سجل لدى وزارة الصناعة والتجارة، سجل لدى جهة معنية، لا يسمح كما تطلب من مؤسس الشركة أن يحصل على شهادة حسن سير وسلوك ويحصل على كذا وكذا وكذا ويكون كامل أهلية وغيرها، كذلك أن لا يكون قد ورد اسمه في صحيفة لشركة أو لشركتين أو لأكثر من مرة في هذه الممارسة، لأن هذا سيؤثر بطبيعة الحال على الثقة، وأعتقد أن الثقة في القطاع التجاري هي بيت الخصيد وهي من تؤمن استمرار العمل التجاري والاستثماري. يعني لا شك نقطة مهمة وتجعل من يلجأ لقانون الإفلاس أكثر حذرا يفكر مرة ومرتين قبل هذا اللجوء. موضوع التعديل أو التعديلات المهمة التي تكلمت فيها أستاذ علي أبو فراس، من يعني متى نراها على أرض الواقع، ومن هي الجهة التي يمكن أن تطلق بداية هذه التعديلات؟ هل هي غرفة التجارة، مجلس النواب، السلطة التشريعية، مجلس الشورى، من؟ طبعا لا نحن نتحدث ونحن في العطلة التشريعية، ولكن على حسب ما أعرفه أعتقد أن هناك تعديلات شبيهة قدمت في مجلس النواب، وأتصور كذلك أن بعضها قدم يمكن كمقترح في مجلس الشورى، وأتصور قبل ذلك أن الحكومة كذلك لديها مجموعة من التعديلات على هذا القانون لكي يتوائم مع متطلبات القطاع التجاري والاستثماري، وأن يكون كذلك يعني كممارسة أكثر سهولة ويركز أكثر على موضوع إعادة التنظيم. هل بتصورك هناك جدول زمني لنرى قانون إفلاس جديد أو قانون الإفلاس الحالي معدل؟ أعتقد هي الدورة التشريعية، بالتالي إذا كان هناك أي تعديل سيطرح سيمر في هذه الدورة التشريعية. مشكور بفراس، يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك.